l'innovation et à l'innovation dans le domaine de la sécurité aérienne. وصولا الى تكوين وتاهيل وتدريب الموارد الطواقم المختصه لجعل ذهنيه السلام. الشركه الحمد لله سوف انطلاقا من هذا الملتقى تثبت وتثمن وتعطي قيمه جديده انطلاقا من تجربتها وانطلاقا من تحيين رؤيتها وتحيين الجوانب تسير وجوانب التشريع وجوانب الإجراءات هي والوكالة الوطنية للطيران. الندوة هذه أولا وقبل كل شيء تندرج في تعزيز ذهنيات وعقليات السلامة على مستوى عمال الخطوط الجوية الجزائرية وعلى مستوى فاعلين الطيران المدني والنقل الجوي بصفة عامة في الجزائر. الندوة هذه أولى من نوعها تحضرها الخطوط الجوية الجزائرية وتحضرها الجزائر ويشاركوا فيها اليوم خبراء دوليين من المنظمة الدولية للطيران المدني من الاتحاد الدولي للنقل الجوي كذلك، وهذا إن دل على شيء يدل على التزام الجزائر مع شركائها الدوليين مع شركائها المحليين على تعزيز معايير ومقاييس السلامة في مجال النقل الجوي.